اوه وبلاك اكو اذان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. شو شو بس بلاك ماي. ما يحتاج. يا اخي ايش فيك؟ شوي شوي. يا اخي صايم وانا وقت طويل الحين. ابي اوقف روحتي. زينك حتى انا صايم مثلك. في كل رمضان السفرة دائما تكون متروسة اكل. بس هالمرة لازم اعرف شنو افضل الخيارات اللي لازم اكلها في هالشهر. اول شيء اشرب ماي. مو بس كذا تاكل. يا اخي التغذية في رمضان. واتوقع الكل كان ينتظر ذي الحلقة. التغذية في رمضان. بنتكلم في البداية عن الشخص اللي يبي يزيد وزنه، وبنتكلم عن الشخص اللي يبي ينزل وزنه، وبنتكلم عن الشخص اللي يبي يحافظ على وزنه. الشخص اللي يبي يزيد وزنه في رمضان لابد انه هو يتبع نظام غذائي نوعا ما صارم. شلون صارم؟ يعني مو بقصدي صارم من ناحية انه هو يحسب الاكل وشي، هو اوريدي بيزيد وزنه فما تفرق معاه، ولكن صارم من ناحية توقيته في الاكل، لان هذه تعتبر من اهم الامور. ليش؟ الجسم عملية الإيض فيه تتوقف نوعا ما، خاصة وقت اللي أنت صايم. ليش؟ لأن الجسم ما عنده إمكانية إني أحرق أكثر. بالتالي لما أنت تأكل تطلق عملية الإيض في الجسم، خاصة شخص صعب إنه هو يمتن يطلق عملية الإيض مرة واحدة، جسمه راح يضعف أكثر. فش الحل اللي لازم يسويه؟ يقسم وجباته كل ساعة ونص أو كل ساعتين لابد إنه يأكل شيء. وإذا أقول شيء أقصد أي شيء ممكن يأكل. يعني خل عندك فروت في الثلاجة. او خلي عندك فروت في الثلاجه، خلوا عندكم كورن فليكس مع حليب، الوجبات المعتاده مثلا الفطور المعتاد، خلوا عندكم تمر مع لبن، خلوا عندكم مثلا امور عاليه بالالياف، سويت بوتيتو، العيش الاسمر، الشوفان، الوالناتس، المكسرات وغيرها. هذه الامور وايد راح تفيدكم في رمضان اذا انت شخص تفكر انك تزيد وزنك. لكن قاعده اساسيه، وقت اكلك. يعني لابد انك انت كل ساعه ونص أقلتاً ما أكل شيء. لازم تأكل شيء، أي شيء كان، من غير يعني من غير ما تفكر شنو الشيء. مثلاً أبسط مثال، سبع تمرات وموزة. أبسط مثال مثلاً غريك يوغرت أو الروب اليوناني. مثلاً والنات مكسرات مع مثلاً لبن. ففي وجبات وايد، فروت، أي نوع من أنواع الفروت قصصهم صغار شو تأكلهم مثلاً مع بعض. العنب بشكل عام، السروبري، البيرز بشكل عام، كلها مهمة في رمضان وايد، لتحتوي على معادن، تحتوي فيتامينات، كل الجسم يحتاجها. بالتالي انت شخص تبي تزيد وزنك، لا تفكر وايد في شنو نوعية الاكل كثر ما تفكر انت في كم وجبة راح تاكل في اليوم. ومن غير مبالغة ممكن حتى توصل لثمان تسع وجبات اذا انت وقت وقتك صح، ولا تاكل حتى الاشباع في اي وجبة. مو مطلوب منك تاكل حتى الاشباع، مطلوب منك تاكل كل ساعة ونص، كل ساعتين. وإذا كان الموضوع صعب عليك استشير الناس اللي فاهمة في هذا المجال وما راح يقصرون معك، ولكن لابد أنك حط لك شخص واحد معين، تحط لك شخص واحد معين تستفيدين منه في طريقة زيادة الوزن. وصدقوني ممكن رمضان يزيد الوزن فيه، ويزيد بطريقة وايد عالية. يعني يزيد، ممكن يزيد، فما في رادع معين. يعني ما يصير تقول أنا في رمضان ما أقدر أزيد وزني. لا، أنا أعرف ناس زيدة وحتى 7 إلى 10 إلى 5 كيلو ممكن يزيد، ومو بصعوبة ترى. الفكرة الصعبة إنك أنت شلون تتعود على روتين الساعة ونص أو الساعتين فقط. الشخص اللي بيحافظ على وزنه في رمضان، نفسك تتسوي بالضبط عكسه في رمضان بالضبط، نفس اللي كنت تسويه أنت، جدولك اللي كنت تمشي عليه بالضبط عكسه، حطه مجرد في رمضان. كنت تمشي على 4 وجبات، خلاص في رمضان تمشي على 4 وجبات، وقت كافي جدا. لكن الفكرة الرئيسية تسويها شنو؟ لازم مني تركز على انك الاشياء اللي بتاخذها قبل التمرين تكون سريعه الامتصاص. شلون؟ يعني اذا انت كان عندك خيار العيش الابيض والاسمر قبل التمرين، تاخذ الابيض لانه ما في الياف، بالتالي امتصاصه اسرع. لو كان عندك مثلا اللحوم، مثلا الستيك او الدي اي قبل التمرين، يفضل تاكل الدي اي لان امتصاصه راح يكون اسرع من اللحم. هذه القصد، تركز على الأمور سريعة الامتصاص قبل التمرين عشان تعطيك طاقة أثناء التمرين، تمزق عضلاتك في التمرين، بعدها تأكل أشياء البطيئة الامتصاص. وركز على أكل الفروت هني وايد، لأنه يعتبر من الأمور المهمة جدا، خاصة الفروت اللي هي عالية بالبوتاسيوم، اللي هي ترطب الجسم، مثلا البطيخ،
الأفوكادو مثلا الحليب وتسوي لك مع مثلا مع موز شيك كذي، فركز على هذه الأمور أكثر. النقطة الثالثة، الشخص اللي يبي ينزل وزنه ومو هي الصعوبة، هي تعتبر من أسهل أشياء في رمضان. ليش؟ لأنك أنت لو شنو كليت في رمضان، اليوم الثاني مجرد ما تبذل مجهود ولو بسيط وانت صايم، جسمك راح يحرق اللي انت كلته يوم الأمس. بالتالي انت ما عندك صعوبة هني وايد، كثر ما انك انت تتعامل مع التمرين على مستوى غذائك، توازن ما بينهم. لأن إذا صار عندك التمرين وايد أعلى من تغذيتك، اللي بيصير عندك مثلا ارتفاع ضغط الدم، ديهايدريشن، خمول، تعب، إرهاق. فلازم تحافظ على المستوى وتركز، كل ما رفعت شدة تمرينك ترفع مع أكلك. ولا تخاف، لا تخاف انك ترفع اكلك. ليش؟ تتذكرون في الحلقه لما قلت لكم عن الرقم واحد، لما الجسم ياكل تتحرك عمليه الايض؟ نعم تتحرك عمليه الايض. بالتالي لما تتحرك عمليه الايض جسمك راح يحرق ازيد. يعني اذا انت وجبتك كانت 200 كالوريز، جسمك راح يحرق 500 كالوريز بس مجرد ما انت اكلت 200 كالوريز. ليش؟ في كالوريز اكسبندشر، في طاقه انت قاعد تبذلها. الجسم يحرق عشان يخزن، عشان يحلل، عشان يستعمل اكل كطاقه، مو ببلاش. لابد انه يصرف، لابد انه يستهلك كالوري، يستهلك طاقة. فالطاقة هذه التي عن طريق الأكل لابد أنك تحافظ عليها. وأيضاً توقيت الأكل عندك جداً مهم. ليش؟ إذا أنت ما أكلت في رمضان، جسمك شنو راح يسوي؟ جسمك راح يخزن على طول السوائل، يخزن على طول الدهون، يخزن على طول المعادن، ما يستغني عن أي شيء. حتى تتمرن يستغني عن العضلات، ولا يستغني عن الأكل اللي أنت أكلته أو الدهون الموجودة فيه. ليش؟ لأنه البقاء، يبي يحافظ على حياته. إذا هو ضحى باللي عنده وأنت أوردي ما قاعد تعطي، فليش هو يعطيك؟ بالتالي يخزن ويجمع. من شي تقول شنو؟ قام في رمضان أحس روحي ضعفت، بس أنا متنت. صح، لأن الجسم ضحى بالسوائل بس ما ضحى بالدهون، ضحى بالفيتامينات والمعادن بس ما ضحى بالشحوم والأشياء اللي أنت تبي تتخلص منها. ممكن حتى يضحي بالعضلات ولا يضحي بالدهون. فالفكرة الرئيسية أنك أنت تقسم وجباتك، تأكل من 3 إلى 4 إلى 5 إلى 6 وجبات، ما عندك أي مشكلة، ولكن لابد أن تكون هذه الوجبات دقيقة ومحسوبة نوعا ما. الفكرة شو تسوي فيها؟ أنت لما بتتمرن تعرف تمرينك كم ساعة راح يستهلك، وشنو تأكل قبل التمرين وشنو تأكل بعد التمرين. يفضل أن الوجبة اللي راح تكون بعد التمرين تكون عالية بالبروتين، ووجبة السحور تكون عالية بالكربوهيدرات اللي فيها ألياف نوعا ما، عشان تصبرك اليوم كامل. ويفضل أن يكون تمرينك قبل الأفطار. لما يكون تمرينك قبل الأفطار وأنت موقت وجباتك، وجباتك ما تكون عالية وايد بالسعرات الحرارية، بل تكون منظمة تقريبا ما يقارب 400 إلى 500. ولا تخاف من الأكل في رمضان، لابد أنك تأكل من 3000 إلى 2500 إلى 2400. وأنا شخصيا أي جدول تحت 2000 سعرة حرارية في رمضان يعتبر جدول فاشل، لا تمشي عليه. حتى لو أي شخص كاتب لك قول له هذا الجدول عطني الفكرة العلمية منه، وليش أنت معطني 2000؟ هل راح يأثر عليه ولا لا؟ نعم راح يأثر، لابد أنه يكون أعلى من 2000 كالوريز هذه لو شنو كان وزنك. ولا تستعيل، لأن رمضان مجرد انطلاقة، بعد رمضان راح تواصل على نفس الروتين وعلى نفس النمط. فلا تحاتي أنك أنت لازم تقطع 10 أو 20. مشكلة تصير لأن العيد جاي، فأنا لازم أنزل وزني، لازم قد ما أقدر أحافظ على أن أنا وزني يكون حق العيد. لا تفكر في ذي الجانب كثر ما تفكر في صحتك، كثر ما تفكر في أدائك، كثر ما تفكر في حياتك. لذلك لابد عليك أنك تحافظ على نظامك الغذائي كل 2 إلى 2.5 ساعة كحد أقصى، لا تتعدى هذه المدة. وتمرينك لابد أنه يكون قبل الأفطار، يكون أفضل لك، ولكن لابد أنك تحافظ على مستوى الأكسجيني في الجسم، يعني روح حق الأكسيديتيف سيستم، يعني رياضتك ما تكون على الشدة. ركز على هذه الأمور وبتشوف نتائج جدا جبارة إن شاء الله. نشوفكم في حلقة قادمة ويعطيكم العافية. التغذية في شهر رمضان، نعرف أن الكثير للأسف في شهر رمضان يميل حق الأكل الدهني المقالي وكثير من السكريات اللي يحبون يأكلونها في شهر رمضان. يمكن طول السنة ما يأكلونها، بس في شهر رمضان تبتدي تطلع هذه الحلويات، وفيها إقبال للأسف على هالحلويات. لازم تكون تغذيتنا سليمة خلال شهر رمضان. لازم نعرف إن شهر رمضان إحنا ما نبي نهايته يزيد وزننا، نبي ناكل أكل صحي، لأن إحنا نصوم، والصيام هذه في نهايته لازم يكون أكل صحي، يكون أكل ما يسبب لي أي مشاكل في الجهاز الهضمي أو يسبب لي إمساك راح يخليني أتأثر خلال الأيام اللي تليها من شهر رمضان.
نحط في بالنا إن في وجبتين أساسيتين اللي هي وجبة الإفطار ووجبة السحور. وجبة الإفطار لازم نعجل فيها كما وصلنا الرسول عليه الصلاة والسلام. وجبة الإفطار لازم نبديها أقل مثلا التمر، لأن نعرف إن التمر فيه سكريات، ممكن إنه هو يساعدنا بعد يوم مرهق يوم طويل من الصيام إنه يعطينا طاقة ويعطينا نشاط. فممكن نبدي بأكل حبة إلى 3 حبات من التمر، نشرب الماء، نروح نصلي عشان نهيئ معدتنا إن هي تستقبل الأكل بعد راحة طويلة، ما يصير عندنا آلام في المعدة أو عسر هضم. لازم يكون أكلنا متكامل في كل الأنواع الغذاء اللي يحتاجه جسمنا، سواء كان بروتين أو كان كربوهيدرات، فيتامينات ومعادن. نبتعد قدر الإمكان عن المقالي، ما نكثر منها، نبتعد عن الأكل الدهني على أساس مثل ما قلنا ما نبي يصيدنا عسر في الهضم. نبتعد عن السبايسي فود أو الأكل الحار، لأن مثل ما قلنا معدتنا حساسة في هاي الفترة، ممكن إنه يصيدنا لا سمح الله ألم في بطننا ويصيدنا ترجيع، ونضطر إن إحنا يعني وقتنا يتأثر، وكذلك نضطر إن إحنا نروح المستشفى. مهم كذلك إن في بعض العصائر وبعض المشروبات السكرية تظهر في شهر رمضان، ما راح أنا أذكرها بس كلنا نعرفها، نحاول نبتعد عنها لأنها هي مجرد سكر وماء وما لها أي قيمة غذائية. بالعكس هذه السكريات راح تأثر أن راح تخلينا نعطش، لأن كلها سكر فبالتالي راح نعطش، وطبعا راح يزيد وزننا لأن هي كلها سكريات تعتبر طاقة تتخزن في جسمنا. نكثر من الماء، نحاول نشرب من 2 إلى 3 لتر من الماء من وجبة الإفطار لوجبة السحور. ممكن ناكل وجبة خفيفة بعد التراويح عبارة عن فاكهة أو عبارة يعني عن المكسرات مثلا. وجبة السحور نحاول إن إحنا نخليها ونأخرها، كل ما أخرناها كل ما كان أفضل، إن هي تكون قبل أذان الفجر على أساس إن أنا أكون ماخذ كفايتي من الغذاء فما أحس باليوع في نهار شهر رمضان. وجبة السحور طبعا مثل ما قلنا لازم تكون بعيد عن الأشياء المالحة، لازم ما ناكل فيها أشياء اللي تحسسنا بالعطش. نبتعد عن كذلك المشروبات الغازية أو المشروبات اللي فيها سكر، لأن هي مثل ما قلنا راح تحسسنا بالعطش في النهار، وطبعا ما بنقدر نشرب ماء وهذا راح يتعبنا لو إحنا كنا موظفين أو كنا في جامعات أو في مدارس. كذلك يفضل أن إحنا نشرب الماء ونشرب الماء أو العصائر الطبيعية. نحاول قدر الإمكان كذلك أن إحنا نبتعد عن المخللات لأنها مالحة، ونبتعد عن اللي هي الوجبات السريعة أو الوجبات اللي غير صحية، لأن في النهاية هي كلها دهنيات وملح وما راح تساعدنا في أن إحنا نصوم يعني بأريحية، لأن في النهاية راح نحس بالعطش وراح ما بتكون ذو قيمة غذائية. مهم جدا أن نراعي توقيتات الأكل، نراعي نوعية الأكل اللي ناكله، إحنا ما نبي وزننا يزيد من بعد شهر رمضان. طبعا أكيد إحنا الكثير قاعد يقول لي دكتورة لا تحرمينا من الأكل، إحنا صيام ونبي ناكل. إحنا ما نحرم ولكن ندعو إلى الاعتدال. أنا ممكن إن أنا أكل الأكل اللي أنا أبي بس بطريقة صحية، مثلا بدال ما أقلي في الزيت ممكن أستخدم اللي هو الإير فراير، في إن أنا أقلي من غير استخدام الزيت، وكم وألاحظ الكمية، يعني ما أسترسل في الكمية، الكمية أكلها باعتدال. هذا شيء. وشيء ثاني بالنسبة حق العصائر، العصائر مثل ما قلنا نستبدل عصائر السكرية المتروسة سكر اللي ممكن إن هي ما تكون مفيدة بعصائر مثلا فاكهة تكون طازجة. فنحاول نسوي بالانس أو نحاول نسوي اعتدال بين اللي ناكله وبين اللي نرغب فيه. أنا أرى أن الكثير يصوم ويبي يكافئ روحه بشيء اللي هو يحبه، حتى كذلك ينطبق على الحلويات وحلى، ممكن نحن ناكل بس ناخذ الخيارات الممتازة، وإذا بخربط أخذ شوية يعني بحيث أنه ما تكون كوجبة
كاملة، أحرم روحي من الأكل الصحي، أحرم روحي من أن أنا يعني أنا عارف أن في بعد مشاكل صحية ممكن تطرأ خلال شهر رمضان بسبب هذا الأكل، ممكن يصير في عسر هضم، ممكن يصير في ألم، في ترجيع، في إسهال، لا سمح الله ممكن إمساك، بالعكس لأن نركز على النشويات ونركز على المقالي ونبتعد عن الخضروات ونبتعد عن الفاكهة، فلازم يكون نوازن بين الأمور على أساس يكون ناكل الأشياء اللي احنا نحبها بس بطريقة صحية. وأنا أعرف الحين الكثير منكم يتجه إلى الأكل الصحي لأن اللي يعاني طبعا من المشاكل الصحية سواء كانت على مستوى الوزن أو على مستوى ألم في البطن واستخدم الخيارات الصحيحة راح يعرف يفرق بين فعلا أن هناك أكل صحي مفيد وهناك أكل غير صحي، لكن هذا الأكل غير صحي ممكن أن أنا أساعد روحي وأسوي صحي نوعا ما عن طريق اتباع بعض التعليمات مثل ما خبرناك، مثل بدال ما أقلي أن أنا أحطه في الإير فراير أو اللي هو القلي من غير استخدام الزيوت.